اول حاجه عملنا توفي وحطيناه في القاع تحت فوق البسكوت، بعدين حطينا عليه موز وحطينا عليه بندق، جبنا بعد كده الجبنه حطيناها مع قشطه ومع كريمه ومع كريمه باودر ومع شوكولاته دهن ومع كاكاو، حطيناهم في العجان وخفقناهم، مش محتاجين اي جيلاتين، القوام بيتخن وبيبقى زي ما انتوا شايفين كده. تشيز كيك الشوكولاته والموز، 3 اكواب بسكوت مطحون، 100 غرام زبده، علبه حليب مكثف محله مغليه، نصف كوب بندق محمص مجروش، 3 موزات، 400 غرام جبنه كريمي، كوبين كريمه سائله، مغلفين كريمه بودره، ثلث كوب كاكاو، كوب شوكولاته دهن، ملعقه كبيره كاكاو، علبه قشطه، طبعا علبه قشطه، كريمه مفوق الوجه، بندق مجروش للوجه. هذه هي المقادير، صح؟ صح. تكرمل البتاع ده. ده بس كده زياده، ده احنا طبعا يعني ده إيه؟ بس انا قلت ممكن نعمل ايه، ممكن ناخد الموز ونكرمله حط سكر هون بس بالمقلاة. حط سكر بس، تمام. ممكن نجيب فويل، ممكن نجيب ايه؟ فويل اوكي تمام. نحطه كده هنا، نحط عليه بس شوية زيت، هحط شوية زيت على الفويل. طيب بدنا نخلص الكرملة، بدنا نحكي بس عن مكدوس الفاصوليا. ده عايز اشيله من هنا لانه خلاص. خلاص طيب يا طيب. شيف غادة، مكدوس الفاصوليا. نعم، من مقادير من سهل جدا، احنا قد الفاصوليا بنحط تمام فلفل احمر حلو، اللي حابب يضيف حراق بيضيف. حطينا نص كيلو فاصوليا فروزن، ففروزن حطيتها على النار بس 5 دقائق، لو طازة بنحطها نص ساعة على مية مغلية على النار مع شوية ملح. بعدين بعد كده أخذنا الفلفل الأحمر حطيناه في محضرة الطعام، تمام. وبعد كده حطينا معاه الثوم كمان وشوية ملح، الجوز جرشناه على ايدينا، تمام. وبعدين خلطناهم كلهم مع بعض، حطيناهم في المرطبان، أوكي. وزدنا عليه زيت زيتون لغايه ما وصل لسطح المكونات اللي عندنا، تمام. هو يعني من تاني يوم ممكن يتاكل، حتى انت دقته دلوقتي، احنا دقناه زاكي والله، تاكل عادي من تاني يوم، بيقعد من شهرين لثلاثه، من شهرين لثلاثه في الثلاجه. طيب تمام، نرجع لموضوع ال ده بس انا حابه شويه كده نكرمل شويه موز، دي مش حاجه اساسيه يعني زياده يعني صراحه زياده. تمام يا شيف، نحاول بس نقطعه شويه تخين. خلوا بالكم من صباح الفل من السكر، عشان بس الحرقه بتاعته يعني مش لطيفه ابدا. الايه؟ يعني الحرق بتاعه وحش قوي لانه بيلزق في يعني بتضلك متابعه معه. فبس تمام. عايزين نحط طيب. كده شويه سكر هنا، شويه عليه نغطيه كده بس تمام. تغطيه خفيفه يعني جمد، شفت لما شلناه وقلنا اهو شايفين بس كده، احس ان هو ابتدى بس يعمل لها كده طبقه كده خلاص. ليه بقى؟ لان مش عايزين نحط الموز وهو عادي كده، طبعا هيسود، تمام. فبس كده، وهشيله احطه على الفويل اللي عليه زيت لغايه ما يبرد، تمام. خلاص احنا كده تمام التمام. طيب بعد الشرك نرجع نكمل الطبق، كرمالنا احنا الموز، جهزنا امورنا. ايوه بس ما انا لازم اطلعه. اوكي ثانيه واحده براحتك. خلاص طلعي براحتك، انا هطلع فاصل. هتطلع فاصل؟ طيب انا هقول لك احنا هنعمل ايه في الفاصل، لانها حاجه بسيطه جدا. هناخد بس السكر اللي عندنا وهخلطه مع الزبده، السكر المكرمل، قصدي الزبده والبسكوت. الزبده والبسكوت هناخد دلوقتي البسكوت اللي عندنا ده مع الزبدة اللي عندنا وهفركهم مع بعض كويس لغاية ما يختلطوا بس، وهحطهم هذا اللي بنعمله بالفاصل، وهحطهم وده اللي هعمله في الفاصل، وهنحطهم في الصينية، تمام. حطينا هنا الجبنة، تمام. ولازم تكون بحرارة الغرفة، اوكي. هحط بس معاها شوية
من الكريمة عشان تطريها لي تفكفكها لي كده. ماشي. شكرا. مش محطوط الفيش. اتفضلي حضرتك. يلا. يلا. هنزود بقى كمان شوية كريمة كده شوية شوية. تمام. وهنحط شوكولاتة الدهن برضو. تمام، نحط بقى شوكولاتة الدهن اللي عندنا. بالنسبة بقى للتوفي، احنا يا إما بتجيبوا علبة حليب مكثف محلى بتتحط في النار لو في حلة الضغط نص ساعة، أو لو في يعني في طنجرة عادية بتقعد ساعتين وربع تقريبا على النار. تمام. خلينا نلم بس الجناب، وهنبتدي بقى نضيف بقية الكريمة اللي عندنا، وهنحط الكاكاو برضو، وهنحط القشطة، وهنحط الكريمة الباودر اللي هي الويبينج كريم الباودر، مغلف أو مغلفين حسب أنتوا عايزين الحلاوة قد إيه، يعني ممكن نحط يا واحد يا اتنين. هنقلب بس الحاجات دي كده كلها مع بعض. تمام. وهنبتدي تاني نخلطها. الخليط بتاعنا ده بيمسك من غير جيلاتين، يعني مش مضطرين نحط اي جيلاتين في الموضوع. ازيك الشوكولاتة هاي؟ الهنا والشفا. على ما دي تتخفق بقى هنعمل ايه احنا هنا؟ هناخد التوفي بتاعنا اللي احنا زي ما اتفقنا، يا اما خليه يبعد شويه ده كده. التوفي بتاعنا يا اما حليب مكثف محلى مغلي، يا اما احنا بنعمل توفي في البيت اللي هو بيبقى 100 جرام زبده على كوبايه سكر على كوبايه كريمه، فزي ما تحبوا يعني نوع، بس المهم يكون مش التوفي اللي في الازايز، مش اللي في الاناني دول لانه بيبقى سايب. تمام. طيب، وانا عليت شويه الاطراف علشان لو حصل والتوفي كان مش ماسك قوي لما اجي اقطعها ما يقعش قوي من الجناب يعني. تمام. تمام، هنحط بقى دلوقتي التوفي بتاعنا كده هنا ونفرده. هحط على التوفي شوية موز على حسب ما تاخد القاع الصينية عندنا ده. خلاص ده ممتاز، خلاص دي ممتازة، شوفوا القوام ممتاز. هناخد بقى دلوقتي الموز زي ما اتفقنا وهنبتدي نحطه كده هنا. حطينا التوفي وحطينا الموز، هنحط دلوقتي شويه بندق. ليه؟ عبد الله بيضحك مش عارف ليه؟ مش عارف. هنحط شويه بندق محمص. تمام؟ التشيز كيك دي يعني بجد تحسها فاخره. هناخد دلوقتي الخليط بتاعنا وهنحطه على الوش. على الوش وكده تبقى امورنا في السليم. تمام. الحمد لله. هو الموز المكرمل ده هيروح فين؟ هنحطه على الوش. تمام. علشان انا هحطه على الوش كرملته. تمام. اللي جوه مش مشكله، بس ده لو حطيناه على الوش من غير كرمله، من غير كرمله طبعا هيبقى وحش، هيبقى هيسود. هيسود. تمام. طيب هناخد بقى عايز تدوقها قبل ما احطها. يلا يعني.
يلا بسم الله. ناخد معلقة. هاي يعني خلينا نحكي الطعم اللي هو راح يكون موجود اللي جزء من الطعم. بس ازيد بقى عليه التوفي والموز والبسكوت طبعا. يا الله شوف انا بحب اعمل تشيز كيك. يا الله صح.